العلامتان صالح بن فوزان الفوزان وصالح بن محمد الحيدان ينفيان تزكية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قبيل وفاته لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. العلامة صالح بن فوزان الفوزان. ظهر بعض الدعاة يقول إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي وهو يثني وينصح بجماعة التبليغ والإخوان المسلمين، فهذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ونحن جالسناه أكثر من 10 سنوات ما سمعناه يثني إلا على أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى أهل السنة والجماعة وينصح لمن أخطأ من الجماعات الأخرى أن يتراجع عن خطأه من التبليغيين وغيرهم. هذا الذي أعرفه عن شيخي الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. العلامة صالح بن محمد الحيدان. وهذا أيضا يقول: هل صحيح أن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله قد أثنى قبل موته على جماعة الإخوان المسلمين؟ بالنسبة لي لم أسمع هذا الشيء عنه رحمة الله عليه، ولكني لا أظن ذلك. أنا أعرف أن الشيخ حسن البنا اللي يرون أنه مؤسس كان يذهب لزيارة رئيس الصوفية في مصر، هذا الكلام في عهد الملك فاروق، فلا أعتقد أن الشيخ عبد العزيز يريد أن يثني عليهم، وهم ما زانوا ما تحسنوا، كل ما يمضي زمن تدخل عليهم عيوب أخرى لم تكن في سابقهم، فنسأل الله الهداية.